ده العد العكسي من بعد الانتظار، قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار، اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار، كسر حيطاني وشمسي تضوي عني المدار. عم يبدأ العد العكسي لا عمره شكل جديد، لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد، لا اشكي الحظ الضايع ولا هالقلب الوحيد، غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق. وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة، مجنونة حرة لوحة ارسلها بإيدي، ما بندم على الماضي بندم على اللي وصار، اديني شو إلها معنى لولا الاختيار، اديني شو إلها معنى لولا الاختيار. بلاش نطول. تعبيني بس بتنزل. لا ما انا مش حابب ان نهى تشوفك وانت في الحاله دي. كيف يعني؟ ليش شبهها حالتي؟ ما تكون فكرني بدي البس السواريه واللميع والبربيق لحتى الست نهى يعجبها شكلي، ولا انت كمان بطل يعجبك شكلي؟ انت عارفه كويس قوي ان انا بيعجبني شكلك في كل الاحوال. الو، ايه يا سليم انت لسه ما رجعتش من الاقصر؟ لا والله لسه ما رجعتش، شكلها كده لسه فيها يومين تلاته. يا خساره، كان نفسي تتعشى معانا النهارده. اتعشى معاكم؟ انت بتتعشوا من غيري ولا ايه؟ لا دي خيانه. انت بتوطي صوتك قوي كده ليه؟ عشان اختك نهى ما تسمعنيش. نهى؟ ونهى هتسمعك ازاي وانت في الاقصر؟ عشان انا وراكي. كده يا سليم تعملها فيا؟ طب والله العظيم بكره هردها لك. ما دام في بكره يبقى اعملي اللي انت عايزاه، وحشتيني. وانت كمان. بقول لك ايه، نهى باين عليها بتراقبنا. صاحبة الليله وصاحبة العزومه. ايوه، خش سلم عليها. حالا. انت يا سليم دي خضتني. تحفه. بجد عجبك الفستان؟ تحفه الاكل. ترخيم رخامه. قول لي اخبارك ايه واخبار الشغل ايه؟ كله تمام. طب هتبتدي شغل امتى؟ اسبوعين، محتاج حبه تحضيرات وبعد كده نبتدي على طول. ماشي يا عم، ماشيه معايا. مي ازيك؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله كويسه. اعرفك هشام خطيبي. اهلا، مبروك. ميرسي. حصل امتى ده؟ قريب. مي واختي نهى. اتشرفنا. اهلا بيك. اتفضل. اوكي. الله، دي عزومه بجد بقى، شفتي؟ اقدم لك هشام خطيبي. نهى حبيبتي. بونسوار. بقى انت هشام؟ لا يا انجي، ده انت صبرتي ونولتي. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. ميرسي على العزيمه. على ايه بس؟ سلام. انجي ايه الاخبار؟ هاي هشام. سليم، اتشرفت. تمام. انت سمعنا عنك كتير. شغال طيار؟ ها؟ يعني مساعد طيار، كو بايلوت. يعني المفروض النظر يبقى 6/6. انت نظرك مش حلو. لا حلو انك حبايبي. الموضوعيه. ازيك يا مي، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. بقيتي في سنه كام دلوقتي؟ السنه دي التخرج. يا نهار ابيض نهى، احنا بنكبر واحنا مش واخدين بالنا. شفتي؟ مفيش حد بيفضل صغير يا انجي. ما تتصوريش انا اتبسطت لك قد ايه، بجد الف مبروك. ميرسي يا حبيبتي، عقبالك. شدي حيلك انت بقى يا نهى، العمر بيجري. هموت واشوف لك بيبي. طارق. مساء الخير يا جماعه. صنوره. اهلا صنوره. احنا اتقابلنا قبل كده صح؟ لا انا مش عرفتني بقى يا جماعه، انتوا عرفتوا بعض فيكم. خلاص انا بعرف. هشام امين خطيبه لانجي. ايه ده، هو حصل ولا ايه؟ حصل. مبروك، الف مبروك. اتفضلوا. على فكره طارق معانا كمان في الشارع. انا عمود انا شايفك هنيك. لا مظبوط. يا معلم اخبار مشروع الاقصر؟ زي الفل، بس المشوار الجاي هحتاجك تيجي معايا بقى. هم جم. يا اهلا وسهلا بالعرسان. ايه اتاخرنا ولا ايه؟ معذورين، احنا ورانا ايه غير احنا نستناكم؟ ما العزومه دي كلها معموله على شرفكم. اتفضلوا اتفضلوا. يلا يا هلا يا هلا. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا مستنيه؟ ازيك يا نايه، عامله ايه؟ الحمد لله. يا نايه تمام. طبعا اتاخرت بدليل. تمام ماشي. معلش بقى الزحمه، انتوا عارفين ايه الحلاوه دي يا جماعه. دمك عامل ايه؟ شفت مي يا استاذ كريم؟ باي. ما قلتيش انها جايه النهارده. لا ما انا عايزه اعمل لكم مفاجاه بقى. دي هتتخرج خلاص السنه دي. احكي لي بكره بتعطيك هرت لتعطينا فاتي. موت ايه؟ يا اخي ده غريب جدا. ايه يا شباب؟ بقالنا كتير ما اتلمناش اللمه الحلوه دي، لازم يعني نهى تعمل لنا عزومه عشان اشوفكم. ما تكسفنيش بقى يا استاذ كريم، عيب عليك، ده احنا تلامذتك. والله العظيم هي دي الحقيقه فعلا. وهو في حد يقدر يقول غير كده؟ انا اقول اكتر من كده 100 مره. ربنا يخليك لنا يا استاذ كريم، ويخليك لينا يا ناي حبيبتي. ميرسي. انجي. ايه؟ انت ليه مش عامله شعرك النهارده؟ ده انا اول مره اروح الكوافير. انت سيبهم من التريقه عليا. يا ريت بقى ما تروحلوش تاني. هو في ايه بالظبط؟ انا ليه حاسس ان هي حفله وداع مش عزومه عشاء؟ حضرتك ذكي قوي يا استاذ كريم، هي فعلا حفله وداع. وداع مين؟ وداعي انا. ايه ده يا نوع، انت هتسافري من غير ما تقولي لي؟ اسافر فين بس؟ وانا ممكن اسيب مصر؟ انا بس هقدم استقالتي من الشركه. تقدمي استقالتك؟ تقدمي استقالتك ليه؟ في مستثمر كبير قوي جاي مصر اسمه مراد الساعي، هشتغل معاه. مراد الساعي. على كل حال ربنا يوفقك، مع ان الشركه هتخسر مهندسه كبيره عندها وعي، لكن لو انت شايفه مصلحتك هناك خلاص مبروك. ميرسي. بصراحه انا مش فاهماكي، طب سبتي الشغل ليه طالما انت مش جاهزه دلوقتي؟ كده احسن، ما كانش قدامي غير كده يا مي، كان لازم ابعد عنه. انا قلقانه عليكي قوي يا نهى. ما تقلقيش، بكره الصبح ان شاء الله هبقى كويسه. مصدومة هيك؟ مصدومة ايه؟ أنا كنت عارفة إنه ورا هالعزيمة في شيء. عشان خاطري انسي. اتفضلي. يلا. بس انت متضايق. كل شيء كنت بتوقعه الا انه نهى تترك الشركه، ما هيك؟ ست ربنا يسهل لها مستقبلها وتخططه زي ما هي عايزه، انا ماليش فيه. وبعد ما فقدت الامل منك حطي نفسك مكانها. شو بتقصد كريم؟ انا ما بقصدش حاجه. انت ايه اللي جرالك من ساعه ما خرجنا وانت نازله اسئله وتحقيقات في ايه؟ لانه حاسه انه كل شيء عم بيصير بالشركه بسببه، وانك متضايق وما بدك تعترف. اعترف كريم، اعترف. اعترف ليه وبايه؟ بانك زعلت لانه حسيت انك خسرت نهى. اعتقد ان ده كان هيكون نفس شعوري لو اي حد من موظفين الشركه ساب الشغل. بس نهى ما كانت اي موظفه، كان في بيناتكم علاقه. نهى قدامي بقالها سنين، لو كنت عايز ارتبط بيها في اي وقت كان زمان ارتبطت بيها. بس اليوم كان قصدي اقول لك انك خسرتها، وخسارتها رح تكون كتير كبيره. ما تقول اللي تقوله، انا مالي. كانت لابسه ومتشيكه ومظبطه حالها لحتى تضلك متذكره بهالصوره الحلوه. ربنا يسهل لها. شو رايك بالفستان؟ ما خدتش بالي. حرير اسود. حرير اسود؟ ده ايه دقه الملاحظه دي؟ مش دقه ملاحظه. امال ايه؟ كان عندي مثله بلبنان، عاصم اشتري لي اياه، نفس اللون نفس الديزاين، دانتيل اسود نفس الشيء. لا لو دانتيل اسود طبعا اكيد هيكون لايق عليكي اكتر. ما كنت طيقه، كان يجبرني البسه. الله، ايه الحكايه بالظبط؟ في الاول ابتدينا بالبرفان وكان عاصم بيجبرني ان انا احطه، ودلوقتي بالفستان الاسود وعاصم كان بيجبرني ان انا البسه. انت مش ملاحظه انها صدفه عجيبه شويه ان كون نهى هي القاسم المشترك الاعظم؟ شو بدك تقول كريم؟ ولا حاجة. شيلي نهى من راسك. ومين قال لك انه انا بحط وحدة مثل هاي براسي؟ خلاص ما تجيبيش سيرتها تاني. عم بتدافع عنها؟ بلشت تحنن لها؟ ندمان لانه تركتها؟ روح لعندها، روح لعندها. استني هنا، انت رايحة فين؟ اتركني، استني، اتركني. روح لعندها، ما بقى بشوفك في حياتي. استني عندك، انت رايحة فين؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ لو سمحتي من فضلك، كفاية فضايح واركبي. لا ما ينفعش بتعمليه ده، احنا مش صغيرين على الكلام ده. اتفضلي لو سمحتي. يلا يلا نهى لو سمحتي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. مطلوب مغلق أو غير متاح. اضغط رقم 1 لإرسال ميني كول. كريم ارجع، لازم اشوفك، حضرتلك مفاجأة. ايوه طارق، انا اسف اذا كنت بتصل بيكي متاخر ولا حاجه. لا لا ابدا، ما فيش حاجه. في حاجه؟ انا النهارده ما عرفتش اتكلم معاكي على العشاء، وبالمناسبه شكرا على العزومه اللطيفه. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ انتوا زي اخواتي يا ابني، عيب عليك. والحقيقه كنت عايز اهنيكي على جرأتك النهارده. قرار اعلان استقالتك في مناسبه زي دي وفي توقيت زي ده كان ضربه معلم. يا سلام، انت شايف كده يعني؟ مش انا لوحدي، بالعكس القرار كان مفاجاه لينا كلنا، ويمكن ده اللي شجعني ان انا اطلب منك ان انت تعرفيني على مستر مراد الساعي صاحب الشركه الجديده. حاضر، اول ما يكلمني هقول له على طول ان شاء الله. ما يكلمك؟ يعني ايه يا نهى؟ انتوا المفروض ان انتوا صحاب، يعني تقدري تكلميه في اي وقت. ايوه بكلمه في اي وقت، بس لما هو يكلمني واطلب منه حاجه غير لما انا اكلمه، هيبقى موقفي اقوى بكتير. بس زي ما انت فهمتيني ان مراد الساعي ده هو اللي طالب مهندسين وموظفين وغيره، يعني انت رجعتي في كلامك ولا ايه؟ الله، هرجع في كلامي ليه بس يا طارق؟ مش عارف يا نهى، بس انت قبل كده كنت متحمسه قوي. لا طبعا، وانا لسه متحمسه لغايه دلوقتي. بس افهمني يا طارق، لما انت تسيب الشركه لازم تروح لشركه احسن بكتير وبفلوس احسن كمان، فسيبه يزن شويه عشان اعرف احط شروطي عليه، صح ولا لا؟ لا طبعا معاكي حق. طيب يا نهى، يلا تصبح على خير. وانت من اهله. في ايه؟ وسايبه لي الباب مفتوح. يا سلام. نايا نايا نايا، مستنياني في اوضه النوم. انا جاي ومن الشباك انا برميلك حالي ومن الشباك يا حبيبي. ايوه نايا، نايا هو ده كل ده علشاني والله. لا كتير نايا. ده نايمة، ده اللي أخرك. بعتت لك رسالة وقالت لك تعالى، تيجي على طول. نايا على ارجعي نامي بس تصحي حاكي. لا انا مش نايمه ولا حاجه، انا صاحيه. على فكره انا كلمتك بس كان تليفونك مقفول. كيف كان العشاء؟ ما انا كلمتك علشان احكي لك، مش عايزه اقول لك كانت مفاجاه بالنسبه لهم كلهم، جات لهم صدمه لما عرفوا ان انا خلاص هستقيل. مديرك شو عمل؟ يعني ما قالش اي حاجه، هو يعني في الاول كده قال لي مبروك، وبعد كده قعد يقول لي ربنا معاكي وربنا يوفقك والكلام ده. خطيبته كانت قاعده مبلمه وعامله نفسها كده واقفه وزعلانه ومش عارفه ليه، شكلها كانت تعبانه او متخانقه مع كريم مع انهم يعني لسه مخطوبين. ده من تاثير الخطوات الصحيحه اللي انت فيها. بجد مش عارفه اقول لك ايه يا مراد، ميرسي قوي على النصايح اللي انت بتنصحها لي دي، من غيرك انا كنت هضيع بجد. يعني فيني اعتبر انه حقك وصل لك؟ طبعا رجع لي. شوفي انا بدي الكل يحس بخسارتك مو بس مديرك. وده اللي حصل فعلا. الا شو؟ عادي مفيش حاجه انسى. نهى انا ما بدي احس انك تركتي الشركه وانت ندمانه. لا بقول لك بجد حاجه مش مهمه، يعني ما تشيلش في بالك. شوفي بالنسبه لي كل شيء بيتعلق فيكي مهم، احكي لي. عادي يعني، هي كان عنده واحده كده مديره مكتبه اسمها انجي، طول عمرها كده بتغير مني وهي الوحيده اللي كانت شمتانه ومبسوطه فيا. فكرة ها؟ يعني حاجه زي كده، نقدر نقول هي السبب الرئيسي اللي فرق بيني وبين كريم، وهي السبب برضه اللي قرب بيني وبين نايا. بس نعمل ايه بقى؟ بتغير. ليش كانت تعمل هيك؟ زي ما قلت لك، غيره بعيد عنك، طول عمرها نفسها انها تتجوز وخايفه تعنس. مفهوم. بس حظها بقى اللي انقذها في الاخر، هتتجوز خلاص. حظها؟ حظها وقعت على واد زي الفل، وانا اللي كنت بسأل نفسي يعني مالها بتتقرب من نايا قوي كده ليه؟ ليش هي شو العلاقة؟ ما هو هشام ده يبقى قريب نايا. هشام؟ ما هو اللي هتتخطب له انجي اسمه هشام، ضفره برقبتها. لهالدرجة؟ اصل انت ما تعرفش انجي، انا اللي عارفاها كويس، سماوية يا خرابي. طيب نبهيه منها. انبهه منها ازاي يعني؟ اصلا ما اعرفوش. انت ليش ما بتتعرفي عليه؟ مش فاهمة يعني اتعرف عليه ازاي وفي انهي مناسبة؟ تعرفي عليه يعني مثل اي بنت بتحب تتعرف على واحد. ايه اللي انت بتقوله ده يا مراد؟ لا طبعا انا اصلا مستحيل افكر في واحد زي هشام ده، لا انا بس كان قصدي يعني فكري فيه. يعني ايه مش فاهمة؟ نهى انت ما رح تحسي انك اخدتي حقك الا اذا وجعتي الناس مثل ما وجعوك. ايوه بس انت يعني مش شايف انه حاجة زي دي ممكن تضايقك؟ انا ما عم بطلب منك انك تعجبي فيه، انا عم بطلب منك تاخدي حقك بس. يعني انت شايف ان انا اعمل؟ خديه منها، حرقيلها قلبها وبعدين اتركيه. انا مش عارفه يعني ممكن اعمل حاجه زي دي ازاي وبعد ما دخلت انت حياتي يا مراد؟ لاني ظهرت بحياتك بدي اياك تكوني انسانه قويه منتصره بعد ما تكوني حررتي روحك من كل اسباب الشر، لانه الشر بياكل من انسانيتك. هزميهم، خنقيهم، لا تخليهم يتنفسوا. أختي؟ قلبي قلبي مقبوض يا فادية. خدي شربة مي، خدي شربة مي. روقي يا حبيبتي، روقي، بتكوني شايفة منام بنومك. روقي. لا 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 ما بتذكر، بس ما بعرف في شيء فجأة فيقني من عز النوم، بالي مشغول على نايا. اتصلي لي فيها، اتصلي لي فيها الله يرضى عليك. هلا بدي اتصل فيك يا اختي، شو بكي اذا شافت نمرتك على هالصبح رح ينشغل فكره لا سمح الله وتفكر صار لك شيء. ما عندي صبر انطر بعد اكثر، بدي اطمن على بنتي. طيب عندي فكره ثانيه. شو هي؟ بتصل بالاستاذ كريم. معقول يا فادية تنقذي الزلمه؟ مش احسن ما تنقذ بنتك؟ طيب تلفني لبعد ساعه. بعد ساعه؟ ايه بعد ساعة منيح، بس مش أكتر من ساعة. ليكي شو رأيك اربط لك المنبه يدق على الثانية وعلى التكة بعد ساعة؟ الله يسامحك يا فادية، عم تتمسخري. ايه أختي، لأنك أنت كتير عنيدة، ما عم بفهم من شو خايفة. إذا القطوع اللي اسمه عاصم وخلصنا منه، وبنتك رح تتجوز أحسن جايزة وعم تشتغل بأحسن شغل، بس فيك تقولي لي من شو خايفة وشو بديك؟ بدي الله يحميها، ما بدي غير هيك. كريم كريم. ايه حبيبتي صحيتي؟ شو عم تعمل هون؟ انتي بتسأليني أنا؟ هتسألي روحك. ليش أنا شو خصني؟ مش أنت حبيبتي بعتيلي رسالة قلت لي تعالى أنا عاملاك مفاجأة ولبسلك الأسود، شفتي؟ قلت لك قبل كده الاسود عليكي هيطلع احلى بكتير من على نوعها. كريم عاصم كان هون، اكيد هو يلي بعت لك المسج. عاصم مات يا نايا. فتت على الاوضه لقيت الفستان، طلعت من المراية لقيت عاصم واقف وراي. يا نايا فوقي بقى، عاصم ايه؟ نفس الوقفة نفس النظرة. ما تصحي بقى، بقول لك عاصم مات. أنا شفته بعيوني، منك مصدقني؟ مرات مين يلي بالمطبخ مين رتبهم؟ ها؟ أنا كنت ملخبطتهم بإيدي، مين رتبهم؟ هو اللي رتبهم، هاي طريقته هو. حبيبتي مش ممكن تكوني ترتبتيهم بحكم العادة. أنا ما قربت صوبهم، عم أقول لك أنا لخبطتهم بإيدي كريم. قولي يا حبيبتي عملتيهم كده؟ كنت عم بوتره، كنت بدي أتأكد إنه أنا مني موهومة، مني مريضة مثل ما أنت مفكر. كريم عاصم عم بيجي لهون، كل يوم عم بيجي لهون. عاصم بيجيلك في المنام بسبب الحبوب المعدية اللي انت بتاخديها يوميا. انا ولا مرة اخذت حبة منوم، انا ما باخذ حبوب منوم، هو اللي جبرني اخذهم. خدي اشربيها يا حبيبي هلا بترتاحي. في بدري يقتلني. يا حبيبتي بس انتي لسه عايشه. رجع لحتى ينتقم مني. مش رح يخليني اعيش بسلام. هيدا عاصم وانا بعرفه كتير منيح. لا يا حبيبتي انتي عارفه انا بحبك قد ايه وبخاف عليكي. وبخاف عليكي اكتر من نفسك. صعب عليا اشوفك بتنهاري قدامي وانا واقف مشلول مش قادر اعمل حاجه. عشان خاطري تعالي نروح للدكتور. دكتور؟ نايا الانكار مش هيفيد بحاجه، لازم نواجه الواقع. وقع شو؟ مجرد الاعتراف ان فعلا في مشكله هو ده بدايه الحل. عشان خاطري ساعدي نفسك وساعديني معاكي، انا خلاص تعبت. ريح حالك كريم، ما بقى تعذب حالك. انا بحل مشكلتي لحالي. طب ممكن اعرف هتحليها ازاي؟ رح انطره، انا مأكده انه رح يرجع لهون مره تاني. انا بعرف. انت كده بتأذي نفسك من غير ما تحسي. كرمال هيك لازم انت تتصرف. هذا اذا عن جد بتحبني وبتخاف علي. هتصرف ازاي وانت مدياني فرصه؟ بلغ البوليس. اقول لهم ايه؟ قول لهم انه خطيبتي مهدده بالقتل من جوزها. حلو قوي. خش على البوليس اقول لهم ساعتين مساء النور لو سمحت والله بس انا عايز اعمل محضر عشان خطيبتي مهدده بالقتل من جوزها. ده انا ممكن اتحبس فيها. اذا ما بلغت انت انا رح بلغ. طب ولو البوليس بقى اكتشف ان انت فيه ده وهم في وهم موقفك هيبقى ايه؟ أنا ماني موهومة، أنا صرت مأكدة إنه عاصم عايش هون وبده يقتلني. عندي حل أخير، كلمي خالتك ومامتك هاتيهم يعيشوا معاكي هنا، ولو عاصم لسه عايش أكيد طبعًا مش هيهوب ناحيتك. يعني خلاص؟ هيدا موقفك الأخير؟ الو كيفك نايا؟ مين معي؟ معك حق ما تعرفي مين. اساسا انت ما معك رقم تليفوني حتى تعرفيني. جبران؟ اهلين جبران، هيدا رقمك؟ بصراحة منيح اللي اتصلت. سوري نايا عم بحكيكي بهالوقت، يمكن انت مشغولة او عندك شيء تاني تعمليه. بالعكس، يمكن هيدا أكتر وقت مناسب تحكيني فيه. نايا انت منيحة؟ ما بعرف، غريب، مع اني مفكر انك عم تعيشي اسعد لحظات حياتك هلا، خاصة انه فادي خبرني انك خطبتي. على كل الاحوال بدي اقول لك مبروك. ميرسي. انت كيفك؟ انا أنا شو بدك فيي مش مهم. أنت طمنيني عنك، مشغول بالي عليك. صوتك مش عاجبني. جبران، فيني أسألك سؤال؟ قولي نايا قولي، تفضلي. عاصم كيف مات؟ حادث سيارة. بعرف، بس قصدي شو كانت إصابته؟ كيف مات؟ مات دغري ولا مات بالمستشفى؟ احترق بالسيارة. لا قدروا ينتشلوا الجثة ولا قدروا يحركوا السيارة. موتي فظيعة. يعني لهلا ما دفنوه؟ وكيف بدهم يدفنوه؟ إذا ما قدروا يشيلوا السيارة من الصخر مطرح ما هي علقانة. غريب فادي ما خبرني. ما تلوميه، يمكن ما كان بده يشغل لك بالك. بتعرفي يمكن حتى أنا كنت تصرفت نفس الشيء. بس خبرني عن الرقاصة شهرزاد. مسكينة. أنت كمان بتعرفها؟ نايا بصراحة أنا اللي عرفتها على عاصم، يعني أنا سبب كل هالكوارث اللي صارت. أنت؟ كنت مضطر. عاصم كان عم ينهار وكان رح يضيع من بين إيدين أخته منال. أخته؟ مزبوط، مرة خبرني عنه. نايا في شي لازم تعرفيه، إنه عاصم كان عم يتصرف مثل الأخوت. أنا ما بستبعد أبدا إنه يكون انتحر. بس شو ذنب هالمسكينة اللي كانت معه؟ شو ذنبها تدفع ثمن شي ما عملته؟ معك حق، الواحد لازم يدفع ثمن شي عمله. نايا في شي كمان لازم أقول لك إياه، إنه رفقاتك سألوا عنك، وحتى إنه سامية طلبت رقم تليفونك، بس أنا قلت بسألك قبل إذا بعطيه هو. جبران أنا معي رقمهم وأنا ببقى بحكيهم. ميرسي. على شو؟ على كل شيء. نايا بدي اياك تكوني عارفه ومتاكده انك اذا عزتي اي شيء باي وقت جبران دايما رح يكون حدك. ما تعتلهم، احكيني باي وقت. بعرف جبران، انا متاكده من هذا الشيء من لحظه اللي التقيت فيك اول مره. خرز الله يا نايا، كانت احلى ايام عشناها. انا عم شوف هالمعادله كيف صارت، انه اصحابك اللي عرفوني عليك هلا عم يطلبوا رقمك مني. بتتخيلي هالشي؟ مش عم بحكي عن هالمره، عم بحكي عن اول مره شفتك فيها لما زرت اختك عندها بالحاره. شو؟ يعني انت من وقتها كنت بتعرفيني؟ رحمتي كثير على الماما، ان شاء الله مره ثانيه. الله يعطيك العافيه والصحه لتضلك تهتمي فيها. ميرسي. جبران أنا كتير بعتذر إني استعملت البوت تبعك لحتى أهرب. كان بالنسبة لإلي خشبة الخلاص. نايا أنت ما بتعرفي هذا الحكي شو بيعني لي. إذا عرفت شي عن سيارة عاصم المحروقة بليز خبرني. أكيد أكيد، كوني أكيدة إني رح ضل دايماً على تواصل معك، دايماً. باي باي نايا، باي.